انتبهي بليز رند، انتبهي. اليوم رند بتجرب اشياء جديدة. الله ييسر حق باقي الفيديو الحين. هاي جايز، شخبار؟ واخيرا رند معانا في الاستوديو. هلا والله. اليوم مثل ما كنتم شايفين، يعني مو بس قناة بنفت راح تكون وردية، نحن حناكل كل شيء باللون الوردي. رحنا البقالة، انزين، حصلنا كل الاشياء الوردية اللي قدرنا نلاقيها، واليوم ناكلها وبنجربها لان في اشياء ما جربتها من قبل، اول مرة اشوفها. شوفوا كمان اليوم جهزت لكم اشياء وردية مجنونة، يعني ما راح نحرق عليكم، استنوا شوفوا الفيديو لحتى تنصدموا معنا. ولا تنسون تسوون لايك كومنت سبسكرايب وتتابعون رند طبعا على كل شيء، وتتابعونا على كل شيء، ويلا خلينا نبدا الفيديو. يلا. انا جاهزة. متحمسة؟ جوعانة؟ دائما جوعانة. شنو اول شيء رند؟ اظن تعرفين شنو لازم ناكل. ايس كريم. ايس كريم. حنخلي الكيس تحت مع انه الكيس ابيض. يا ما يصير. بعدين اذا تشوفون الكيس بحط لكم مقطع الحين السناكات اللي حصلناها. قولوا لي مو بوردي. ايوه وردي. انتي الوردية. شوفوا عنا هدول، هي صح خضران اسماء لكم يا رب، بس هي من جوا وردية، وعنا هي كمان. شو بدك اي وحدة؟ بجرب هذا. يلا. هذا على طعم الجوافا، اول مرة اذوق ايس كريم حتى طعم الجوافا. حاسة غريب صح؟ صح. وليش لونه بينك؟ انا ولا مرة شفت جوافا وردية. ولا انا. والله انا متحمسة، خاصة انه يا جماعة اليوم كثير شوب بدبي. اول مرة يصير فيني كذي. وين العصا؟ وين عصا الايس كريم؟ وين راحت؟ بعدين انا حظي يضحك، باي ذا وي، والله انا دائما حظي يضحك، بس باكله كذي. طيب يلا نجرب. اوكي بسم الله. This is so good. كثير طيبة. طيبة؟ هذه لذيذة بعد. أول خيار ممتاز. زين قولي لنا شنو الآيس كريم المفضل اللي عندك؟ مانجو وراسبري. Which is a good option يعني. أنا أحب الآيس كريم المثلج أكثر من الكريمي. انا ليكي حقلك شيء، انا بحب السوربه، ما بحب اللي فيهم حليب. يعني هدول نفس هي وهي اثنيناتهم، يعني الحوامض، عرفتوا؟ صح. هذا الشيء كثير جيد وبدايه موفقه يا جماعه. بالضبط. الله ييسر حق باقي الفيديو الحين. اللي بعده؟ اللي بعده. احس ابي شيء مالح. موالح. طيب تعي عادي قبل ما نعمل الموالح نشوف شو هذا. هذا شنو؟ شو هذا؟ شو هذا الكيوت؟ زين؟ والله كثير حلو. بس شلون نفتحه؟ ما بعرف. للاسف ما لقيت مقص وردي. شو نسوي بعد؟ انتبهي بليز رند، انتبهي. عملية جراحية. اوكي هذا شكله، او ماي جاد، اشياء عشوائية. شكله شنو فيه؟ كيوت، وايد كيوت. لحظة، عندنا بالون. لولي بوب وردية. لولي بوب وردي. طيب شو هاي اللعبة؟ هاي اللعبة كيف نركب؟ شو هاي؟ وات از هاي يمكن لازم اشكال تفتحينه وبعدين. والله ما اعرف، بس انا كان عندي امل هالسياره، ترى توقعت انه يكون في اشياء. صراحه انا توقعت يكون فيها مثلا دارك باتش او شيء. خلاص انت بتاخذين اللولي بوب. في عندنا لولي بوب ثانيه. صح. جايز شوفوا هدول اللولي بوبس تبعنا، بس رح نرجع لهم بعدين، يعني لانه عندنا كثير اكلات حلوه. حمضان. This is so cute. انزين شوكليت، بس مو بشوكليت، انه بطعم الفراوله وكله وردي يا اخي. انا اي لاف بينك. شفتي شلون فتحته؟ او ماي جاد، تفضلي. شو بتحسي لونه من جوا؟ انا احس ابيض ولا بينك؟ والله انا احس انه هو ابيض من برا او وردي. لا تفتح. اوكي شفت ابيض من برا وداخله وردي. والله شوفي فيه نقاط ورديه. باخذ بايت. وردي فاتح وايد. غريبة. So sweet. Very sweet. Very sweet. اللي بعده، يعني كم تقيمينه هذا؟ أنا بعد 3-2-3 كذي. هذا اللي أنا متحمسة أجربه من البداية. هذا ماش بوتيتو سناك كراب، يعني بالسلطعون. أول شيء تشوفوا الحجم، شيبس طويل، نكهة السلطعون. غريب والله. تخيلي لو يطلع أنه ألذ شيء تجربينه بحياتك. مستحيل. خلينا نشوف. أنا عندي أمل. شوفوا الشيبس شلون طويل. يلا نجرب. اوكي حنجرب مع بعض. 1-2-3. نوت باد. نو اتس نوت باد، بس اتس سولتي. وايد مالح. ما حاسه في طعم السي فود ولا في؟ في بس كذي. تقدرين تحسين شوي، بس هل هذا طعم السلطعون او القبقب؟ نحتاج مي. كل ما اكله بزياده كل ما الطعم يكون اقوى. نكست بليز. بعدين ليش كلهم راضين يفتحون؟ بعدين الاخضر ما يبين، هو اكثر شيء وردي. ايه بعدين ليك امسكي لون من تحت بس بشوف الورد من فوق. يلا جرب.
واو غورمي احس. لا تعال انا this is my kind of sweet. That's good. That's good. احب الاشياء الحامضه. يارا انتي نفسي نفس ماي تيس وهذا شيء كتير حلو دائما بفيديوهات الاكل احنا نعمله مع بعض. خلاص بس اعطيني بعد واحد قبل لا تسكين. خليه عندك. تفضلي. ننتقل لقسم المشروبات. هذا مكتوب ستروبري ليمونيد. هو صح الليمونيد لونه اصفر بس لانه حاطين له شويه فريز فصاير لونه بينك ولونه خطير. افتح الجيا. شو السالفه اليوم؟ تبي افتح الجيا؟ اوكي. والله انا امراه قويه. انت يعني اي دونت داوت ات. بس كذي شفه. اللون خطير. الله في قطع فراوله داخل. او ماي جاد اخاف اراويكم وينكم كله. فيري ستروبري سمالك. فيري ستروبري سمالك. بسم الله. طعمته مو طبيعي. جربتي؟ لا. اوكي خلينا نجرب. طيب ليش كذي؟ مشان هيك خمس سعرات حراريه. اي شيء فيها سعرات حراريه قليله يعني مو طيب. لا هو حامض يعني تعرفين عصير الليمون عاد يكون شوي في حموضه شوي بس هذا ماي حلو. اي ماي فيها سكر صح؟ ما فيها سكر. اوكي نجرب الفريز هذا. في بعده في شيء رح نجربه انا بحبه فانت اكيد رح تحبيه بما انه انا وياك بنحب نفس الاشياء. خلاص هذا احلى بينك بالحياه. توني كنت بقول عادي نتكلم عن اللون. خطير. ما تشربين الاشياء الغازيه؟ لا اي لاف عشقي. يلا شو؟ ستروبري بس ترى ما في طعم يعني كنا ماي تعرفين الماي الغازي؟ ماي غازي؟ يا راح اعطيكي شيء لكي قولي لي انت اذا راح تحبيه او لا. اوكي مستانسه. ترارا تحبي هيك شيء؟ احب اظن حيكون حلو يعني مو طعمه حلو بس اظن حيكون شوي حامض. انا هالاهم شيء عندي تسمونه علكه؟ ايه انا اسميه علوج البحرين. هني في الامارات يسمونه لبان. يعني انت الحين فاتح موضوع الحين. والله طيب. طيب تعرفون طعم البابل جام؟ البابل جام الاصلي متحمسه. جيرل انا اي شيء بسكوت احب البسكوت باي ذا واي. وايد احب البسكوت. شوفي انا هذا مجربته للشوكلت ماني مجربه الستروبري. طيب الستروبري؟ ما جربت الستروبري بعد فانا معك اول مره. يا شوفوا شو كيوت. شوفوا هيك على شكل باندا صغير. ريحته كثير ستروبري. هو مو ستروبري يعني يسطعش. طعمة البسكوت اقوى. Which is what I like. ننتقل للبسكوت اللي بعده. هذا بسكوت شوغر فري بدون سكر. من برا شكله هو وردي بس احنا مو عارفين شلون الطعم بيطلع فمن الفضول يعني بغينا نجربه. رند ما شاء الله اليوم الاوتفيت حتى الخواتم ورديين. اكسسوارات شوف السلسال وردي. I love it. هذا وردي 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 وردي. عارفين ليه يقولون you understood the assignment؟ Yeah. You understood the assignment. خلاص بس يا ريت تحكيني وردي يعني وردي خلاص. ويل كم مرة كم تغليف؟ بفتح تغليف بيجي تغليف ثاني بفتح تغليف بيجي خال يا رب ما يكون في تغليف بعدها. اوكي مش وردي بس من برا وردي فراح نذوقه. خذي هاي. اوكي فيه كريمة ستروبري. اتس اوكي ما عجبك؟ مع انه هو شوجر فري. لكن بالنسبة للشوجر فري واذا الناس تحب السويت كثير طيب. بس بالنسبة لنا فيه طعم بشعة. تعرفين شنو هو؟ تعرفين السكريات اللي يستخدمونها عشان الاشياء اللي شوجر فري؟ دائما في افتر تيست. صح. شوفي في شيء كثير سويت بس لازم نجربه. بعد احنا وايد اكلنا سويت. انا ما ادري ليش جبت. بعرف في ناس هلا كثير مبسوطة من هذا الفيديو. اي كثير حمسناهم بس جايز شوفوا هي ما بتصير علكة بعدين؟ لا كمية السعرات الحرارية اكثر. اي نو وايد. اوكي لذيذ وايد. اي لاف ات. اي لاف ات سو ماتش. ذاتس سو جود باي ذا واي. ما عجبك؟ بعجب هالشيء. روق شوي. بعد كمية الأكل حقلك أنا هلا شو حيعجبني. بس نروح على الغداء. يارا في غداء صح؟ في غداء فيك. طبعاً. شوفوا أنا بحب الموالح، بحب الأكل، ما بحب السناكات. صح. من السناكات بحب بس الشيبسات السبايسي والخل وهيك بس. أتوقع هي طيبة. هاي منتوس. إنزين بس علكة ولا حلاوة؟ كاندي. شوي كاندي. بنكهة التوتي فروتي. ريحتها. قاسي. دروسي راحوا. يعني أكثر شيء حبيته شو؟ شو؟ ميتو والايس كريم؟ والايس كريم. أنا معاك سيم برين. ما أدري وايد يعور الراس. 10 دقايق بس يو نو وي تشو إت ونرجع لكم. جبت شيء. لونه وردي حتى؟ الكيس لونه وردي، الصحن لونه وردي. نايس تو إيت. يوم 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 يوم. هذا تشيكن أند وافلز. فتحين شو؟ بسم الله ما أعرف شو شكله من داخل. ريري ريري ريري. It's cute.
ففي قطع دجاج من فوق ومن تحت وافل. احس لذيذ كيوت. بس وافل مالح يعني؟ ما اظن لانه في سيرب معه. شوفوا كمان في هذا الورد اللي بيتاكل. الورود اللي بتتاكل نشيلهم لانهم مضربين. بدا هو كان مكتوب بينك وافل بس صراحه شكله شوي احمر بس ما بتطالع. نو نو اتس بينك اتس بينك اتس فوشي يا لايك اي اونلي بينك عادي بيبي بينك اصلا انتوا شايفين حدا غير شيء غير بيبي بينك؟ لا اكيد لا. شويه بقى فوق الدجاج فوق الدجاج لازم نذوق اشياء جديده اليوم. رند بتجرب اشياء جديده. ما تحبين تاكلين السولتي والسويت مع بعض؟ Sometimes. اي استنوا بقطع على قمه. تفضلي. شكرا. حاستناكي ما حاكل مشان اذا انصدمت ما انصدم لحالي. ما حطيتي وايد. شو هاد؟ ليكو شوفوا اللقمه مكبره او انه ما حطيتي وايد. طيب تعي نعمل بيناتنا تحدي. انت قلتي هذا سويت انا بقول هذا سولتي. اوكي. الوافل. خلاص. اوكي؟ Let's see who wins. فازت. Is it good? مين بياكل هذول الاشياء؟ بعدين انا توقعت انه يكون لذيذ. الوافل كانه ورق. يا بعدين تعرفين اذا الوافل كان حالي بيطلع طعم حلو والله. يا انيويز تبين بعد؟ بس التشيكن اوكي ولا شيء اوكي الصراحه. انا بس قاعده احاول اكون متفائله. الحين قاعده تاكل تبين تشربين الليمونيد؟ لا ولا شيء. اوكي نسوي ريفيو. شنو عجبك اكثر شيء؟ شوفوا عن جد الايس كريم كانت كثير طيبه لانه طعمه فواكه طبيعيه. انا اللي ما بحبه طعم المنكهه مال الايس كريم. انا بعد ذاتس واي يعني مثلا الشوكليت اللي كان من داخله فراوله ما عجبني لان الطعم وايد صناعي يعني. والله طعمه الايس كريم كانه عن جد رازبيري كانت. انا بعد اللي عندي الجوافا كان لذيذ وايد. كني قاعده اكل جوافا مفرزه. احنا بلشنا باطيب شيء ففكرنا الفيديو واو من الاول ان البدايه موفقه ولكن بعدين توهقنا والله. هذا كم تقيمين الوافل اللي كلناه؟ واحد والله الصراحه. والله ما اعطي اكثر. ما يستاهل اكثر من الواحد بس للبرزنتيشن الحلو انه لونه بينك. صح غير عن هيك خلاص ما في شيء. حتى ورود بس عاد شيلوا الورود وعدلوا الوافل. هي والله صح. حرام عليكم. بس صراحه رند انا وايد استانست وياك اليوم. زين اكلنا اشياء وايد. لازم نروح. تبين نروح نمشي شوي؟ ايه صح لازم نطيب. صح والله اسمعوا الفيديو بيوجع البطن يعني. انتم تخيلوا كنت تاكلوا كل هدول الاشياء يمكن اكلنا شي 15 شغله اي ورا بعض معكم باقل من 15 دقيقه بالضبط. لازم نروح نهضم بس عشانكم بس لان احنا نحبكم وايد. ان شاء الله عجبكم الفيديو. كتبوا في التعليقات اذا في شيء جربناه اليوم خاطركم تجربونه. Would you want to say anything؟ والله صراحة أنا أول شيء بدي أحكي شكرا على استضافتي بهذا البرنامج وهذا اليوتيوب الجميل. أنا كثير عن جد مبسوطة إني طالعة مع بنفت لأنه واحدة من أكثر البراندات اللي بحبها واللي بستخدمها. لا أنا اليوم عاملة حواجبي ببنفت. والله رند أنت اللي تشرفنا فيك. زين ثانك يو سو ماتش. تابعوا رند على كل شيء وتابعونا بعد ولا تنسون تسوون لايك كومنت سبسكرايب وبنشوفكم المرة الجاية إن شاء الله. باي.